ومشاهدينا للمزيد ينضم إلينا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات مراسلنا الزميل محمود جميل للاطلاع حول على أكثر على آخر مستجدات سير العملية الانتخابية. إليك محمود. نعم، نرحب بكم مجددا من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الأول. والحقيقة مجهود كبير تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، يعني أعضاء الهيئة وأيضا برئاسة المستشار أحمد بن داري المدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية تحديدا بعد ساعة الراحة للسادة القضاة وعمل اللجان التي انتهت في الرابعة عصرا. بداية، يعني الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت مزيد من الشكر لجموع الشعب المصري وللمواطنين الذين يعني يدلون بأصواتهم بكثافة أمام اللجان، ومن خلال التواصل مع رؤساء اللجان العامة تم أيضا التأكد من أن الكثافة أمام اللجان المختلفة مستمرة حتى هذه الساعة وبعد ساعة الراحة تحديدا. يعني الهيئة الوطنية للانتخابات لازالت تتابع كل الإجراءات في كل المحافظات وتلقت يعني عدد من الشكاوى، لكن في الحقيقة هذه الشكاوى في جوهرها هي تدل على وعي الشعب المصري ومدى الإقبال ومدى يعني الحرص على المشاركة. الشكاوى تتعلق بالكثافة أمام بعض اللجان، وفي هذا الصدد تم الدفع بعدد من القضاة لتيسير العملية الانتخابية وأيضا للعمل على تقليل الازدحام أمام اللجان. وأيضا كانت هناك يعني إحدى المشكلات المتعلقة بذوي الهمم خاصة من المكفوفين في مدرسة السعيدية بالجيزة، وهي عدم وجود بطاقة اقتراع بطريقة برايل، وتم التأكد من هذه الشكوى. وعلى الفور الهيئة الوطنية للانتخابات تحركت ويعني تم وصول عدد من بطاقات طريقة برايل للمكفوفين بهذه المدرسة، وأيضا التأكد من وجود هذه البطاقات بكل محافظات الجمهورية. وهذا حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على مشاركة ذوي الهمم وتقديم مزيد من الإجراءات التيسيرية لهم. أيضا كانت إحدى المشكلات هي البطء في الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا أيضا بسبب كثرة الزيارات لهذا الموقع من حيث الاستعلام عن اللجان الانتخابية، حيث أكد المستشار أحمد بن داري أن يعني حتى هذه اللحظة نتحدث عن أنه للمرة الأولى تحدث في هذه الانتخابات بوجود 5 ملايين زائر لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، مقارنة بانتخابات 2014 التي كانت بمليون وثلاثمائة ألف زائر. وهذا دليل على وعي المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية، كما أيضا يعني تلقى الرقم الهاتف الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجان المختلفة. يعني فيما يتعلق بالاتصال تلقوا ما يقرب من 500 ألف اتصال، وأيضا بالرسائل تجاوز عدد الرسائل لهذا الرقم ما يقرب من 500,000 مستفسر عن اللجان الانتخابية أو حتى لجان الوافدين. تم أيضا من خلال التواصل مع رؤساء اللجان في المحافظات المختلفة هناك إقبال كبير جدا على لجان الوافدين. نتحدث أيضا في قسم عابدين كانت هناك لجنة الوافدين بها كثافة عالية، وتم التواصل من خلال رئيس اللجنة العامة وتم الدفع بمزيد بعدد من القضاء أيضا لتغطية الاحتياجات والكثافة في هذه اللجنة تحديدا. نتحدث أيضا عن سيوة في محافظة مطروح، كان هناك أيضا إقبال على لجنة الوافدين هناك، وأيضا في مرسى علم كان هناك إقبال على لجان الوافدين. وهذه كلها محافظات سياحية بها عدد كبير من المواطنين خارج هذه المحافظات الذين يعملون بقطاع السياحة في هذه المحافظات، فبالتالي حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا على تقديم مزيد من لجان الوافدين للحرص حرص الهيئة على أن يدلوا بأصواتهم في هذه اللجان. فالحقيقة المتابعة اليوم أيضا أوضحت وجود عدد كبير وإقبال كبير من الوافدين على هذه اللجان، وأيضا تم التأكد من فتح جميع اللجان بعد ساعة الراحة ووجود كل القضاة في جميع اللجان المختلفة، وتم تذليل العقبات أمام المشاكل أو المشكلات التي تلقتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وستستمر الهيئة في متابعة كل الإجراءات التيسيرية المقدمة للمواطنين وأيضا للسادة القضاة في المحافظات المختلفة من خلال
كل أجهزة المتابعة من خلال التواصل عبر الفيديو كونفرنس، ومن خلال متابعة أيضا رقب الهاتف 5151 فيما يتعلق بالاستفسار عن اللجان المختلفة. وأيضا يعني ستتابع اللجنة كل هذه الإجراءات وستقدم على الفور كل ما يمكن يعني أن يذيل هذه العقبات، وتقدم العملية الانتخابية في سهولة ويسر لكل الناخبين وللسادة القضاة. هذه هي الصورة حتى الآن من داخل غرفة عمليات، وأبرز ما تم رصده من خلال غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات. عودة إليكم مرة أخرى. نعم محمود جميل، يعني أبرز ما تم رصده هو الزائرين الكثر الذين تخطى عددهم 5 مليون مقارنة بانتخابات عام 2014 لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن مقرهم الذي سيدلون بصوتهم فيه. هذا حقيقة أبرز ما في هذا المشهد، لأن أي معوقات نرى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم على حلها أولا بأول. عموما محمود جميل كنت معنا من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى رأس كل ساعة سنحاول معاودة الاتصال بك مرة أخرى للوقوف على المشهد الانتخابي بكل شفافية ومصداقية. ما زلنا نتابع انتخابات الرئاسة العام 2024، ونتحول الآن إلى موجز الأنباء وحكمة عبد الحميد. شكرا لك سحر مرة أخرى، وهذه بالفعل الخامسة من التلفزيون المصري، فتحية طيبة.